يقول السائل: ما نصيحتكم للشباب في بداية الالتزام ووسائل الثبات؟ نعم، لابد يدرك المسلم نعمة الله عليه وفضله على الله عز وجل أن حبب إليه الإيمان، فلجأ إلى الله عز وجل وتاب الله تبارك وتعالى، فلابد له من الندم. التوبة يا أخوان عبارة عن ندم، حرارة يجد الإنسان في قلبه تمنى أنه لو لم يعص الله عز وجل. فإذا من الله عز وجل على العبد بالاستقامة لا يذكر أيام قبل الاستقامة على أنها أيام عز ومجد، والله كنا مبسوطين وكنا نضرب وكنا نفعل وكنا، لا العكس، مفروض تبتلى الله عز وجل تندم على ما سلف. فالندم توبة يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد ما أنقذك الله عز وجل اعلم بأن الله عز وجل إذا تابع العبد وفقه إلى الطاعة فغالبا ما يكون عنده اندفاع، كما في سمعنا صلى الله عليه وسلم شرة، وده اليوم عرف الاستقامة ما يفوت نافلة، ما يفوت درس، ما يفوت طاعة، ما يفوت. ثم تصيب ماذا؟ فترة لكل عابد شرة ثم فترة. فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. فهذا الحماس الذي يأتي للإنسان في بداية استقامته غالبا لا يدوم، لكن خلك على وتيرة وعلى خطوات ثابتة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. تندفع اندفاع كبير ثم تنقطع؟ لا، متحمس تغل حماسك للطاعة والاستدراك ما فاتك، الجهل اللي عندك، الأخطاء اللي عندك، ودك تتعلم ودك تتفقه، لكن لا يعني ذلك أن هذا تجعله فقط بداية ثم تتراجع. لا، استمر استمر وسأل الله ثبات. دعائك بالثبات هذا أمر مهم جدا، قد أحياك الله بالتوبة وأكرمك الله بالاستقامة وعرفت الطريق والجادة، فاثبت وسأل الله ثبات واستمر بخطوات. وعليك أن بأمور مهمة جدا، منها المحافظة على الصلاة، ترى دينك بقدر محافظتك على صلاتك. ناس مدينين، ناس مطاوعة، ناس مستقيمين، لا لا لا، يعني ما أجمل ما قيل للشخص: كيف فلان؟ قال: كيف هو مع صلاة الفجر؟ باختصار، شلون مع صلاة الفجر؟ أعطيك إياه، مستقيم صلاة الفجر؟ إن شاء الله أنه مستقيم. لكن اللي ضيع صلاة الفجر ضيع الصلوات، هذا استقامته عليه ملاحظة كبيرة جدا. يعني حسبنا أن نعرف بأن من يتخلف عن صلاة الجماعة ومن يفرط فيها المنافقون، فإياك أن تفرط في صلاتك. تريد الثبات بعد توفيق الله عز وجل وكثرة الدعاء، عليك بالمحافظة على الصلاة، وارتبط مع كتاب الله عز وجل ومع دروس العلم، هذا من أعظم الأسباب للثبات بإذن الله تعالى. عليك بالدعاء، تعرف قيمة الالتزام، تعرف قيمة الاستقامة، عفوا تعرف قيمة الاستقامة، تحافظ على صلاتك، ترتبط بكتاب الله عز وجل حفظا قراءة، وتحافظ على ماذا يا أخوان؟ على الصحبة الصالحة والجليس الصالح والاستقامة على الدروس والمحافظة عليها، هذا شيء مهم جدا. بعض الناس يستقيم في البداية ثم يحن إلى أصحابه السابقين، ربما الشيطان يقول له ماذا؟ يا أخي مثل ما عرفت الخير وعرفت الاستقامة، يعني تتخلى عن أصحابك، روح ارجع لهم انصحهم، وده يرجع لهم ويدخن معاهم، فإلا به قد انزلق. لا، أنت ما زلت ضعيفا، تحب تأثر على أخوانك السابقين أو أصحابك السابقين، فأبدأ بواحد اثنين بأقربهم لك. يعني في ناس عنده أخلاق حتى ما هو متدين، لكن عنده أخلاق، تجد هذا أقرب لأن أن يكون متدين. لكن في ناس شراني، ممكن تأتي يستهزئ بك، ممكن يضحك عليك الناس، ممكن يعني يهبطك، ممكن يهزئ فيك، هذا ابتعد عنه، بس الله يثبتنا وياك. نعم.